نقول صباح الخير لكل مشاهدينا، واستكمل معاكم ما بدايته الزميله شروات حمدي من قراءه للاخبار الخفيفه والمنوعه المتاحه معانا النهارده. والبدايه رياضيه طبعا بالخبر الاهم والابرز، وهو اقتنص الاهلي فوز مثير بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. تقدم الاهلي بهدفين عن طريق كل من بيرستاو في الدقيقه 47 ومحمود كهربا بالدقيقه 59، بينما احرز سيف الدين بوهره هدف الوداد في الدقيقة 87. وبتقام مباراة الوداد مباراة العودة عفوا يوم 11 من يونيو الجاري بالدار البيضاء. وهنروح لأهم الأخبار الخاصة بالطقس النهاردة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. بالنسبة لحالة البحر المتوسط فبتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونص. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج من متر ونص إلى مترين. قال السيد تشو تشينغان عضو لجنة مركزية للحزب الشيوعي الصيني إن الصين بتشكر دعم مصر للقضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية وانشغالاتها الكبرى. جاء ذلك خلال جلسة الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات اللي نظمتها السفارة الصينية في القاهرة، وفي سياق التقرير التالي هتجدوا المزيد من التفاصيل. حضور وفد رفيع المستوى من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى القاهرة تأكيدا على حرص بكين الدائم لتدعيم أواصر التعاون والتواصل بين البلدين الصديقين، وهو ما أكد عليه السيد تشو شينغشان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها السفارة الصينية بعنوان الحوار بين سور الصين العظيم والأهرامات. مصر تمثل تاريخا عريقا وحضارة وبلدا ساحرا وجذابا في قلوب الصينيين، وتخطو القاهرة خطوات كبيرة على طريق استكشاف طريق التحديث الخاص بها بشكل مستقل، وذلك من خلال خطط مثل رؤية مصر 2030 ومبادرة حياة كريمة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فمصر والصين شقيقتان في السراء والضراء، وتتعاونان دائما لسلك طريق التحديث المتماشي مع خطتهما. تحرص بكين على العمل مع مصر لبناء مجتمع ذي مصير مشترك وينفتح على كافة الدول العربية، ويعزز التنسيق لتنفيذ المشروعات التسعة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي والأعمال الثمانية المشتركة للتعاون الصيني العربي وتعميق التعاون في بناء مبادرة الحزام والطريق. وخلال الجلسة أشاد المشاركون من التيارات السياسية والحزبية بالمبادرات الصينية التي تدعو دوما للتنمية والسلام، والتي يأتي على رأسها مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الحضارات العالمية. فالدولتان تسعيان دوما للحفاظ على تعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي لأنه ركيزة التنمية. يمكن أن يكون هناك تعاون كبير ما بين الصين ومصر في تحقيق الأمن والاستقرار وحل الكثير من النزاعات في المنطقة العربية التي تمثل أهمية كبيرة للصين. وتعد الصين شريكا استثماريا لمصر في العديد من المشروعات التجارية الهامة، والتي بلغ حجمها أكثر من 550 مليون دولار خلال العام المالي المنقضي. العلاقات بين مصر والصين في عصرها الذهبي بقى بينهم شراكة استراتيجية شاملة، وبالتالي مصر دولة مهمة جدا للصين في منطقة الشرق الأوسط، الصين دولة مهمة لمصر في الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الكبيرة. بوابة الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا هي البوابة المصرية، وبدأت بمصر بالفعل، ويمكن احنا شفنا طبعا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس وغرب قناة السويس. بين الأهرامات وسور الصين العظيم تاريخ طويل من العلاقات الممتدة لآلاف السنين، والتي دوما ما تبرهن على التعاون والتواصل الوثيق بين البلدين الصديقين. فشقت الحضارتان العريقتان ضربا جديدا من التعاون والتواصل الثقافي والحضاري والعمل التنموي لنشر المحبة والسلام. أحمد سعد الدين، النيل. أقامت سيدة مصرية ما يعرف بمطبخ صديق للبيئة في محافظة الجيزة، بيقدم وجباته للراغبين في تناول الطعام بعيدا عن ازدحام شوارع القاهرة الكبرى.
قريبا سوف يكون بوسع الراغبين في تناول وجبة طعام بعيدا عن ازدحام شوارع القاهرة الكبرى ركوب قارب يقلهم إلى جزيرة القرصاية بنهر النيل في محافظة الجيزة حيث مطبخ صديق للبيئة وتتولى إعداد الوجبات ربة منزل. تأسس مشروع المطبخ الذي يجري إنشاؤه الآن ومن المقرر تشغيله بشكل كامل في أغسطس القادم بدافع من ربة المنزل رشا محمود لتسويق طعامها وفكرتها لتقديم وجبات معدة في منزلها للموظفين الذين يعملون في الجزيرة وكانوا يواجهون مصاعب في وصول طعام ملائم لهم بمكان عملهم. أهم حاجة إن الأكل بيعجبهم والنظافة دي أهم حاجة، بس وبيحسوا ان هما بياكلوا في بيتهم مش اللي هما بياكلوا في مطعم بره. ناس كتير بصراحة من الناس اللي كانت بتيجي تفطر تدعيلي ودي اهم حاجة، وناس كانت تقولي انا باكل في بيتي والله مش باكل في مطعم. مشروع المطبخ مبادرة صديقة للبيئة تهدف الى ابتكار وسائل مستدامة لتنظيف نهر النيل واعادة تدوير النفايات، وتساهم ام ندى وهي ام لخمس فتيات وزوجة لطاهي يعمل في مطعم بالقاهرة في تطوير جزيرة القرصاية بتوفيرها فرص عمل لنساء أخريات يتقاضين أجورهن بالساعة. ومن مطبخها الصغير في منزلها تحمل أم ندى برفقة أخريات يساعدونها صواني الطعام على رؤوسهن ويمشين نحو 800 متر لتلبية وجبات الطعام للأحداث التي تحدث في جزيرة القرصاية. ويقطن جزيرة القرصاية والتي تعتبر بيئة ريفية زهاء 1500 نسمة من صيادين ومزارعين يعيشون فيها منذ عقود. تفكير مختلف وجديد. خلينا نروح لشيء مختلف ايضا، الحزام اللي بيعتبر جزء بسيط جدا من الملابس ومعظم الناس يعني ممكن ما تهتمش بيه، لكن في ناس تانية بيمثل لها مصدر دخل هام وده لليمنيات، فهو بيربطهم بالماضي ورمز للاعتماد على الذات بشكل كبير جدا لانه مرتبط بشكل كبير جدا بالثقافه اليمنيه. ومن هذا المنطلق عشرات اليمنيات بيتجمعن في المركز الوطني والنسائي للحرف والمشغولات التقليديه بصنعاء لتعلم فن الاحزمه التقليديه اللي بيضعها الرجل على جنب او الجانبيه، وهي عباره عن خنجر ذو مقبض مزخرف وجزء من الثقافه اليمنيه منذ الاف السنين بالنسبه للزي اليمني. بتصنع الاحزمه التقليديه عاده بتصميمات معقدة. بتكون في الغالب مطرزة بخيوط ذهبية أو فضية وبتتناقل الأجيال تلك التصميمات المطرزة على هذه الأحزمة. السندل على طول كل واحد بنت على الفرع عشان تحدد ان النقشات تحدد ان زي احنا فينا لكن بدنا ماتش خاص. داخل إحدى المدارس البريطانية تحول التعليم من عبء إلى متعة حقيقية بعد أن تم إدماج تقنية الواقع الافتراضي الميتافيروس في الفصول الدراسية. وسائل التعليم تسابق الزمن، فبعد سنوات طويلة من التعليم باستخدام اللوح الأسود التقليدي جاء عصر اللوح الإلكتروني الذكي، والآن يبدو أن الوقت يحين للتعلم عبر نظارات الواقع الافتراضي. فقد لجأت إحدى المدارس البريطانية إلى تدريس المواد عبر تقنية ميتافيرس الافتراضي بهدف فهم أعمق وأفضل للمواد، حيث بات بإمكان الطلاب التفاعل مع الكواكب ورؤية تدفق الدم من القلب والتعرف على حجراته وصماماته من جميع الجوانب كما لو كانوا بداخل القلب. ولا تقتصر تلك التقنية على تدريس المواد العلمية فحسب، بل تشمل مختلف المواد الدراسية مثل التاريخ والفن والجغرافيا، حيث يمكن للطلاب القيام برحلة ميدانية في أي مكان بالعالم دون مغادرة مقاعدهم من خلال عالم الميتافيرس. التكنولوجيا الجديدة تهدف لإشراك الطلاب في العملية التعليمية بشكل جديد وفريد من نوعه
مما يوفر فرصة للوصول للفصول الدراسية الافتراضية الحية مع طلاب آخرين من جميع أنحاء العالم والتفاعل مع بعضهم البعض في بيئة الواقع الافتراضي. تم إنقاذ متسلق ماليزي من منطقة الموت بجبل أفرست بواسطة مرشدين نيباليين من شيربا، ومتسلق آخر كان بيواجه أحد العملاء لقمة أفرست. لما لاحظ المتسلق الماليزي أنه بيتشبث بجبل بحبل وبيرتجف من درجات الحرارة المتجمدة، وعند انطلاقه إلى العمل تمكن الزوجين من لف المتسلق لأسفل من منطقة الجبل المعروفة باسم الشرفة إلى الكولونيل الجنوبي أو الجزء الجنوبي. بيأتي الحادث مع اقتراب انتهاء موسم تسلق جبل أفرست، ومع ذلك فهناك عدد كبير جدا من المتسلقين بيصنفوا على أنهم مفقودين. وبيشار إلى أن العامل الأكثر دموية في تاريخ تسلق جبل أفرست كان عام 2014، لما لقى ما لا يقل عن 17 من العاملين المحليين حتفهم، معظمهم بسبب الانهيارات الجليدية.